يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغا من المال. يدفع لي إيش؟ يقول هناك أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغا من المال في فترات مختلفة لكي تقوم برعاية أخي، فهل هذا من الرشوة؟ أعد السؤال. يقول يوجد أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغا من المال في فترات مختلفة لكي تقوم برعاية أخي، فهل هذا من الرشوة؟ هذه رشوة صريحة، لأن هذه موظفة تقوم على أخيك وعلى غيره، إذا أعطيتها انصرفت عن الآخرين وجت لأخوك، أو أنه تعتاد هذا الشيء فلا تخدم إلا من يدفع لها شيئا ويفسد على الثانيين، هذا لا يجوز، هذه رشوة. نعم.